اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم كنقدمه لكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. يومين فقط كتفصلنا على الاحتفال بعيد الاضحى، هذه المناسبه اللي كتحول معظم المحطات الطرقيه الكارثه بامتياز، فعل فوضى اللي كتعرفها اثمنه التذاكر والاكتضاض واصوات الكرسيه اللي كتغطي على المشهد العام. تحولت محطة طرقية ولاد زيان بالدار البيضاء وككل سنة إلى قبلة لكل الراغبين في قضاء هذه المناسبة بعيد عن صخب العاصمة الاقتصادية. مواطنون من أعمار مختلفة، نساء ورجال، هدفهم الوحيد هو الحصول على تذكرة والسفر في ظروف ممتعة. هذه الرغبة كتحول في الكثير من الأحيان إلى حلم كيستحيل تحقيقه على الأقل خلال هذه الأيام. العام ما تيشبع عام في كل شيء الحوايج، يعني نظر هذه المحطة هذه مول في هذه الوقيته تكون عامره الدنيا، ولكن نظر الظروف ديال الناس وداك الشيء كاين دابا اللي تيفكر في الكسوبه، كسوبه معاهم السروال، معاهم الصباط، معاهم السبرديله، يعني ما حيرتو الحوايج، ما حيرتو يمشي يشوف موعد معاه. لا هذا هو الدافع اللي خلى الناس ما يصبروش هذا العام بزاف. المحطه هي خاويه كما تتشوفوا دابا، راه خاويه والناس راهم معيدين في ديورهم، بلاصه يمشي يعيد مع مو باه داك الشيء باش غيمشي مع يعيد مع مو با غيشريهم سبرديله وصنداله ولا كتاب لولده. هذا هو اللي خلى تأزمات المحطه وكل شيء دابا راه مأزم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى جانب اخر، ورغم ان المسافرين كيجمعوا الحقائب ديالهم بكري الا ان ذلك ما مكنهمش في ايجاد حافله بطريقه سهله، بحيث حسب جوله قمنا بها في محطه ولاد زيان بالدار البيضاء لقينا المسافرين كيفترشوا الارض بفعل الاكتضاض. وعلى الاسباب اللي كتجعل محطه ولاد زيان كتعيش على ايقاع الفوضى خلال كل عيد في كل سنه، كيعيش قطاع النقل المسافرين بكل اصنافه مشكل في توفير وسائل النقل، وكذلك التعرفه المتعلقه نقل المسافرين أو في قطاع السيارات الأجرة الرابطة بالمدن. فبالنسبة للمحطات الطرقية نقل المسافرين، يجب العمل على تنظيم هذه المحطات بجميع مرافقها وحماية المواطنين، والعمل على محاربة التسيب داخل المحطات وخارجها، لا بالنسبة لاحترام معايير تسعير التذاكر ولا حتى بالنسبة للظروف المناسبة لوسائل النقل. بهذا مشاهدينا كنختم معكم خبر اليوم اللي خصصناه اليوم المشاكل اللي كتعرفها المحطات الطرقية، وتوقفنا مع محطة ولاد زيان بالدار البيضاء والمشكل ديال التذاكر اللي كيعترض المسافرين. بهذا كنختم معكم خبرنا اليوم، اكيد نلقاو غدا في حلقه مقبله في امان الله.